على أكتار بحيرة سد الموصل تتجمع الأسر لقضاء أوقات النزهة بأعداد تزايدت مع اعتدال الأجواء. يقصدون هذه المنطقة بعد أن جعلوا منها موقعا سياحي رغم افتقارها أبسط الخدمات السياحية. سد الموصل كلش ممتاز، ويعني الأجواء طيبة والناس يعني تتجه أكثر شيء هوني على سد الموصل، بس بنفس الوقت سد الموصل يحتاج له عناية، يحتاج له دعم، يحتاج ترتيب، يحتاج تعديل الشوارع حتى الناس من تجي ما تجي يعني بتعب ومشقة على ما تصل المكان اللي هي تريده. الاهتمام بهذه المناطق وتحويلها إلى منتجعات جعل منها معالم سياحية فريدة لتوفر العوامل الأساسية فيها من المياه والتضاريس والموقع المطل على البحيرة المائية والمسافة القريبة من مركز مدينة الموصل والتي لا تتجاوز 30 كيلومتر. مدينة الموصل مدينة سياحية خصوصا بالربيع، يعني عندنا كثير من المناطق السياحية. اليوم احنا بسد الموصل اكو ناس طالعين للشلالات، يعني شوف هسه الاف الناس اليوم هنا بسد الموصل، مكان سياحي ترتاد العوائل بهذا المكان للسفرات والنزهة. كثير من المناطق الاخرى مثل شلالات الموصل ايضا هسه اذا تروح تلقي الاف الناس. انخفاض منسوب الخزين المائي لبحيرة سد الموصل بات واضحا على ضفافها التي بدأت تمتد نحو عمقها، والخسارة المائية التي تهدد بجفاف محتوم قبل دخول فصل الصيف لم تعوض بإطلاقات مائية من استحقاق العراق بعد أن قطعت من الجانب التركي. لا يوجد أي إطلاق مياه خارج المعدلات التي هي عهدناها قبل هذه الفترة. معدل الواردات حاليا اللي من تركيا واردات قليلة جدا ولا تشكل أكثر من 25% من معدلاتها في السنوات السابقة. سد الموصل اليوم حقيقة مهيأ وعد فراغ خزني. تشكيل اللجنة الوطنية العليا للمياه للبحث عن حلول سريعة ومعالجات عاجلة لأزمة شح المياه جاءت بعد التغيرات المناخية ومواسم الجفاف واتساع رقعة التصحر التي بدأت تنهش بالرصيد المائي للبلاد، كما هو الحال في بحيرة سد الموصل، وقد يزداد خطرها مع إصرار تركيا ملء خزانات سدودها العملاقة على حساب حصة العراق واستحقاقه. أنس الشرقي من الموصل، قناة رشيد الفضائية.